الخبير العسكري والاستراتيجي عادل عبد الكافي. سيد عادل، مرحبا بك. اليوم قامت قوات الجيش بصد هجوم لميليشيات حفتر، ما تقييمك للوضع في هذا اليوم؟ تحية طيبة لك وكذلك لضيفك ومشاهدين قناتكم الكريمة. سيد عادل، طبعا نعم تسمعني؟ هل تسمعني؟ نعم أنا أسمعك الآن. نعم تفضل. نعم تحية طيبة لك وكذلك لضيفك ومشاهدين قناتكم. طبعا في ظل الاستهداف المتكرر والعمليات العسكرية التي تقوم بها ميليشيات الكرامة ضد المنطقة الغربية وتحديدا العاصمة، ربما هناك في مواجهة مشكلة تقنية في ظل طبعا الأكذوبة التي يطلق عليها هدنة ولم يكن هنالك هدنة، ولكن حاول بعض السياسيون أو من يدعون السياسة أن يسوقوا ويروجوا لما أطلق عليه هذه الهدنة والتي كانت من طرف واحد، وحقيقة وأظهرت مدى يعني ضعف موقف الحكومة أو حكومة الوفاق أمام خليفة حفتر وميليشيات والدول الداعمة لها. عموما ما يعنينا وما يهمنا الآن على الأرض، أتصور في ظل محاولة يعني نقول الصمود الذي تسطره وحدات الجيش الليبي والقوة المساندة في تكرار استهداف هذه الميليشيات لمواقعها وكذلك لاستهداف العاصمة وقتل الأبرياء والمدنيين، فهذا أعطاها حقيقة مطامع في محاولة التوسع، بأن قامت هذه الميليشيات الإجرامية التابعة لعملية الكرامة بمحاولة التقدم في بعض المواقع في ظل طبعا نقول القصف في الأيام الماضية والذي حاولت أن تستنتج منه أن قوات الجيش لن تقوم بمحاولة صدهم أو بمحاولة التقدم عليهم، ولكن ما حدث طبعا يعني عكس توقعات ميليشيات الكرامة وقياداتها وغرفة عملياتها. قامت قوات الجيش بالالتفاف على هذه الميليشيات وأيضا بالتقدم في عدة مواقع كانت قوات الجيش الليبي سبق أن نقول تراجعت منها نظرا لكثافة القصف، ولكن الآن قوات الجيش الليبي تقدمت إعادة السيطرة على هذه المواقع، كذلك بدأت حقيقة في تكبيد هذه الميليشيات المزيد من الخسائر في على صعيد الأفراد وعلى صعيد الآليات العسكرية. طبعا نحن نقول أن من الواجب حقيقة من إطلاق عملية عسكرية واسعة وشاملة ضد ميليشيات الكرامة في المنطقة الغربية واستثمار عدة عوامل، وأهمها أن خليفة حفتر يحاول أن يوسع دائرة الصراع باتجاه سرت وباتجاه المنطقة الغربية من خلال تحشيد بعض عناصره سواء كان في طبرات أو سرمان والعجيدات، كذلك الدفع بتعزيزات وآليات. فهنا طبعا أحدث خلل في حتى في قدرته القتالية لميليشياته في المحاور الواقعة جنوب طرابلس، فلا بد من استثمار هذا العامل استثمار جيد من قبل قيادات الجيش الليبي والقوة المساندة في القيام بعملية عسكرية واسعة وشاملة لدحر هذه الميليشيات وتأمين العاصمة من القذائف التي طالت الميناء البحري لطرابلس وأيضا قاعدة مطار معيتيقة وقتلت الأبرياء والأطفال والمدنيين. أتصور لم يعد يعني نقول استراتيجية الدفاع الإيجابي يعني لها مكان الآن في ظل محاولة توسع ميليشيات الكرامة ومحاولة الانتشار في المنطقة الغربية وكذلك محاولات التقدم في عدة محاور لاكتساب رقعة جغرافية وإظهار أن هذه الميليشيات تسيطر على العديد من الرقعة الجغرافية في ليبيا، حتى تظل من ضمن الملفات التي تساهم بها بجانب ملفات النفط، سيطرات على مواني النفط وحقول النفط وأيضا وصولها إلى سرت وغيره.